حياكم الله مشاهدينا في طبعا هذه الوقفة الحوارية اللي راح طبعا يكون بإذن الله يعني وقفة جميلة، راح نتكلم فيه طبعا عن التصوير الضوئي. في طبعا ورش عمل خاصة أعدت من أجل التصوير الضوئي ودراسة التصوير الضوئي وهذه الأنواع والأصناف، لأن التصوير مش فقط التقاط صورة، إنما فيها طبعا يعني العين ترى الصورة بشكل جميل. في مجموعة من أنواع التصوير الضوئي اللي هي طبعا تصوير الأشخاص أو الوجوه أو التصوير التجريدي، تصوير الليلي، تصوير الحياة البرية، الطبيعة، الرياضة، في مجموعة من الأشياء. فيعني في كانت ورشة عمل جدا حلوة في هذا المجال، وأيضا بالأخير يوم الاثنين طبعا كان اختتام هذه الورشة، لكنها ما خلصت، في معرض أقيم لمدة أسبوع يعني مستمر حد الأسبوع الجاي في هذه التصوير والصور الجميلة المحتفظة في هذا المعرض. خلي تعرف على هذه الموهبة الجميلة التصوير الضوئي وعلى هذه الورشة اللي طبعا انتهت منها، والحين طبعا هي مجسدة في معرض جميل من خلال وجود ضيفنا اللي دائما محتفظ بكاميرته في جميع الأماكن لالتقاط هذه الصور الجميلة. فرحبوا معاي ونصبح مع بعض على المصور عبد الرحيم بن عبد الله الميمني. صباح الخير عبد الرحيم. صباح حياك الله معنا. يا مرحبا فيك. حياك المشاهدين الكرام. يا مرحبا فيك. في البداية قبل أن ندخل في ورشة العمل اللي طبعا انتهيت منها يوم الاثنين وحاليا في معرض مستمر لمدة أسبوع كامل، احنا نبي ندخل في مضمون الموضوع نفسه، التصوير الضوئي، أنواع التصوير الضوئي، تجربتك أنت في هذه الموهبة الجميلة. والله هو الملتقى الألماني العماني كان صراحة بالتعاون مع الجمعية العمانية للفنون التشكيلية والسفارة الألمانية في عمان. يجوا فنان من أوروبا، أغلبيتهم كانوا طبعا الألمان، وكان في فنانة تركية وفنانين من إيطاليا. كان في طبعا حوار لتبادل الخبرات اللي موجودة في الفن، سواء كان التشكيلي أو التصوير أو النحت أو التركيب، تصوير الفيديو من التركيب. عنوان الملتقى كان هوية يعني بما معناه إنه الحضارات، الهوية الحضارات، التقاء الحضارات، كيف إنه الفنان ممكن يعني يتفق في معنى معين اللي هو الهوية نفسها. فطبعا الأخوان من الجمعية العمانية، الفنانين العمانيين شاركوا، أكثرهم كانوا طبعا من الفنون التشكيلية، والمصور الوحيد اللي كان موجود اللي كنت موجود من النادي التصوير العماني اللي هو طبعا تحت الجمعية العمانية للفنون التشكيلية. فكان الملتقى لمدة أسبوع، من خلاله طلعنا بنتائج جيدة جدا، وأتمنى إنه المشاهد والمستمع يروح يزور المعرض ويشوف إيش تعني الهوية سواء للفنان أو للشخص العادي. فإحنا طرحناه في المعرض بأعمالنا اللي أعتبرها بصراحة أعمال جميلة جدا، ولقت لله الحمد يعني صدى كبير من الجمهور اللي حضر لين اليوم المعرض. أنت ذكرت على طول عن الورشة والمعرض المقام طبعا في الجمعية المستمر لمدة الأسبوع، بس ذكرت من خلال حديثك أنه دائما طبعا من خلال اللوحات أو الفن إن كان تشكيلي أو تصويري، أنه في نوع من مزج الحضارات، نوع من خصوصا الأجانب تستهويهم التعرف على حضارات الدول الأخرى. فكيف الفنان يكون دائما حريص من خلال لوحاته، من خلال الصور اللي يلتقطها، أنه يبعث بقدر الإمكان صورة كذي عن حضارة عمان، التعريف بتضاريس عمان، خصوصا مثل ما قلت انهم تستهويهم نفس هذه الامور. وفي الطرف الاخر ايضا احنا حابين نتعرف على العالم الخارجي، على اوروبا، من خلال هذه الملتقيات اللي ذكرتها. كيف كان عبد الرحيم حريص من خلال الصور اللي شارك فيها في هذا المعرض انه يقدم له رساله بسيطه عن طبيعه عمان الخلابه؟ احنا يعني بكل بساطه قدمنا مشاعرنا، يعني في الاعمال اللي قدمناها عبرنا عن الشعور الداخلي اللي موجود فينا. اتكلمنا نحن كعمانيين، أنا اتكلمت عن مطرح والحياة اللي كانت موجودة أيام ما كان الواحد بعده طفل يمشي في سكيك مطرح في الحواري، يشم رائحة الأكل الجميلة، يدخل من يطلع من بيته، يدخل لبيت الجيران، يطلع مع أصدقائه، يروح يلعب في الحارة. فهذه يعني حاولنا نقدمها بأسلوب إنه نطلع المشاعر اللي موجودة فينا، الذكريات الحلوة اللي عشناها نطلعها ونوريها للأجنبي اللي جاء، الألماني اللي ما يعرف كيف كانت المطرح.
وريناهم الاسلوب البسيط اللي كنا عايشين فيه، حياة وكيف البساطة. نعم، وكيف صارت مطرح اليوم بعد ما كبرنا، كيف الحقيقة احنا صرنا كغرباء عن مدينتنا يعني. فقدمناها باسلوب جميل، الناس اللي سكنوا فيها وين راحوا، هذه الناس احنا اللي كبرنا وين ويش صرنا، اختفينا عن مطرح. وطبعا الفنان الاجنبي اجى يتكلم عن تجربته من ناحية انه يحاول يعبر عن شعوره بنفس الوقت باللوحات عالمية تعبر عن معنى الوحدة، التعاون اللي موجود بين الشعوب بين الحضارات بدون ما يكون هناك في أي عوائق ما بين حضارة وأخرى يعني. يعني فوائد جمة اكتسبتها من خلال هذا الملتقى الجميل. لكن خل نعرف الحين المشاهدين ونشوف أنا وياك أيضا الصور الجميلة اللي كانت ضمن هذا الملتقى العماني الألماني اللي التقطوها. طبعا التقطوها هذه مجموعة من الصور، أتوقع هذه طبعا من عدسة مصور عماني. نعم هذه خلينا نتكلم فيها شوي. هذه طبعا صور يعني من تجاربي أنا اللي هي توري تحكي عن الحارة. يعني لو رجعنا للصور نشوف مثلا أنا كطفل الموجود، الوالد الله يرحمه بعد ما راح يعني بقت روحه موجودة في البيت، البيت خلاص صار متهالك قايل للسقوط، ما حد موجود فيه، كيف كانت الحياة؟ فخريناها كأشباح موجودين، أرواحهم موجودة لكن الناس اختفوا. أنا شخصيا كيف كنت وكيف أصبحت اليوم؟ دخلت البيت ألاقي واحد مثلا غريب ساكن في بيتي، وأنا صرت الغريب اللي أدخل للبيت اللي كنت عايش فيه، الحارة اللي كنا عايشين فيها، البيت خلاص صار أهمل يعني ما في شيء، الدمية مرمية، الألعاب اللي كانت موجودة ما زالت تذكرنا بطفولتنا. فحاولنا نوري مشاعرنا من خلال الماضي والحاضر. أنا أتوقع يعني كل صورة فيها قصة قصيرة قاعدة تتكلم عن قصة معينة، عن فكرة معينة فيما يجول في نفسك. فأتوقع حتى يعني المصور وهو ماسك حزة ماسك عدسة الكاميرا تبعه ما قاعد يلتقط صورة عادية، إنما هو يلتقط لزاوية معينة وهو حاط على باله أنا لما أتكلم عن هذه الصورة راح أحكي القصة الفلانية اللي تجول في خاطري. هي بالفعل يعني اللي صرنا في يعني أنا قبل بأطلع أروح أصور فكرت في الزوايا، فكرت كيف أريد المعلومة توصل للمشاهد، إيش أريد الصورة تتكلم عن نفسها. يعني ما أنا أجلس أو أوقف قدام الصورة وأتكلم للناس أقول لهم هذه الصورة كان هدفها كذا كذا كذا، لا، أنا أريد المشاهد بنفسه لما يجي يشوف الصورة يعرف أنا كان إيش المقصود من الصورة هذه، إيش كنت أنا أريد من الصورة. مثلا صورة الساعة اللي شفتوها صورة في الحقيقة ليها يعني الوقت توقف في مطرح بعد ما طلعنا منها، لكن في نفس الوقت هذاك الوقت كان قيم، كان له دور كبير في حياتنا. الساعة كنا نضبطها يدويا، نهتم بالوقت، متى نرجع البيت، متى نخرج من البيت. وإلى الآن طبعا ما في حد ما ينظم وقته طبعا، لكن كأطفال يعني كان لنا دور كبير. طبعا هذه الصورة اللي تتكلم عنها. نعم هذه الصورة مثلا الوالد الله يرحمه كان يهتم بضبط الساعة، يعني ساعة كانت مهمة في حياته، ساعة يدوية، ساعة حائط، كان كل يوم يضبطها 12 و5 دقائق لازم تضبط الساعة. هو طبعا كان شخص ضرير ما كان يعني يشوف، لكن الإحساس اللي كان فيه اللمس اللي